مساء الخير. أنا بسوي اليوم كريم حلا بسيط وسهل، اللي هو كريمة اللوز مع البريوش. حلا سهل. المكونات هنا عندي كوب لوز، ربع كوب سكر، السكر حسب الرغبة، عندي شرايح لوز، حبة بيضة، فانيليا، خبز بريوش. نشوف الطريقة كيف. أول شيء أسوي كريمة اللوز. أنا نسيت أقول لكم إن عندي هنا زبدة، لازم زبدة تقريبا ملعقتين. هنا أحط السكر وأحط معاها شوية زبدة على حرارة الغرفة، قد كده تقريبا، وأخلطهم مع بعض. أضيف البيضة، نضيف شوية فانيليا عشان نكهة البيض، نخفقهم كويس. الحين نضيف اللوز، نخلطه. شايفين هذا القوام؟ يكون قوام، هذا قوامه. اتركها على جنب واوريكم كيف اسوي البريوش. اخذ خبز البريوش، اخذ القطعة هذه واغمسها هنا. في هنا حليب وفانيليا، راح اغمسها شويه، ما اخليها تطول، تغميس بسيط. بعدين احطها هنا في الصينيه. عندي هنا كريمة اللوز، ثقيلة، ممكن تسوينها بالملعقة يعني عادي، مو شرط بالقمع. هذا الحين ناخذ شرايح اللوز ونحطها على الوجه وندخلها الفرن. كده خلصت، إذا خلصت رش عليها شوية سكر بودرة وتقدم بالعافية. جربها معاكم. فيها طراوة، شايفين؟